تنهي اللجان الإشرافية في محافظات المملكة الأربع بعد دقائق قليلة عملية استقبال طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية 2018، وذلك في نهاية اليوم الخامس والأخير من عملية استقبال طلبات المترشحين. هذا وتبدأ يوم غد مرحلة عرض قوائم المرشحين وتلقي طلبات التصحيح والاعتراض للمرشحين، تستمر لمدة 3 أيام وتنتهي في 24 أكتوبر الجاري. وعن تنظيم إعلانات المرشحين، فقد تم الإعلان عن أنه يحق للمترشح أن يبدأ في حجز مواقع الإعلانات والخيام الانتخابية بداية من 22 أكتوبر الجاري بعد إعلان كشوف المترشحين بشكل رسمي وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. سارت عملية تقديم طلبات المترشحين بكل سلاسة ويسر طيلة الأيام الخمسة الماضية، حيث تم توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح هذه التجربة الديمقراطية وصولا إلى يوم الاقتراع.